الرجاله دي هات يا ماما، هات يا ماما. شوف بقى انت خبت يا جدعان بالطريقه يا جدعان. عم مستنيش هنمشي. بس كده عادي فارغ الصبر بس اللي احنا عايزينه يا جدعان يتعمل خلاص بقى عبال ما يطلع يا رب. بس كده هو ده ندعي له بقى. يا بابا يا بابا انا مستنيك يا بابا. والله ما همشي، والله ما همشي يا ابويا. ايه ده بقى اصلا؟ امسك نفسك يا اسلام، امسك نفسك. اه يا عم يا عم روعة. قول يا رب بس يطلعوه، يا رب خلي بالك لو حد عدى هياخده بعدهم. حدش يا رب يا بوكس احنا قاعدين نستنى. يعني عايزين رقم حد شمال. سيبي موبايلك انت وهي انا بصور. 3 ايام مفترين، 3 ايام مفترين. بقول لك يا باشا، قال انا مراته ماشي، انا عايزه اطمن على جوزي. مش معقوله 3 ايام راجل البيت ومعاه 6 عيال. انا بتكلم، انا مراته بتكلم، انا حرقتي في جوزي، عايزه اطمن على جوزي ابو 6 عيال وهو اللي عيالنا. مش يجي يوم يموتوه. انا عايزه اشوف جوزي مات ازاي. ايوه ايوه كل الناس تسمعها. ايوه كلنا كده، كله كده شغال بامر النيابه. ايوه امر ربنا ده ابن امر النيابه. لما يطلع قرار النيابه. ثواني يا استاذ، ثواني يا استاذ. اوعى يا عم، بس انا استاذن معاك. النيابه قالت لك انا ماليش دعوه، وبعتت للاسم انا راجل محامي يا باشا. انا مش هتكلم. النيابه بقى يا محامي في حاجه يا باشا. النيابه بعتت قالت لك شغل ما بقاش والملاحظ اللي بتطلعه. حسبي الله ونعم الوكيل. يعني اقعد لغايه ما اشحن. حسبي الله ونعم الوكيل. يعني اقعد لغايه ما بحس. يعني اقعد لغايه ايه؟ يعني انت هتستنى لما يتنفخ ويدوت جوه عشان تطلع النيابه تقول له الايران؟ محدش هيعرف الايران. بس يا علاء، بس يا علاء.